ثم فصل، نعم، فرغنا من شروط الصلاة تماما، ثم فصل في ساعة في فصل الصلاة، يعني هو يبدأ بيان أركان الصلاة. نعم. ما معنى صفة الصلاة؟ صفة الصلاة معناه كيفية الصلاة، هذا المعنى معلوم من قوله الماضي قريبا آنفا، فقال والعلم بكيفيتها التي بيانها. هذا البيان الذي أشار إليه، البيان في هذا الفصل، يعني فصل في كيفية الصلاة، في صفة الصلاة، يعني كيفية الصلاة. أركان الصلاة نية، فإذا في المتن هكذا فصل، أركان الصلاة نية فيجب فيها قصد فاعلها وتعيينها ولو نفلا، ونية فرل فيه كوصلي فرل الله وسنة إضافة إلى الله وتعرض لأداء أو قضاء فهكذا. فإذا ذكر المتن يعني فصل أركان الصلاة، فانشاره قال هذا بيان صفة الصلاة وكيفيتها. هذا صفة الصلاة كيفيتها بأي شيء؟ بالأركان، أركان الصلاة. التركيب يكون هكذا ما شرع في صفة الصلاة أركان الصلاة نية، أو يعني أركان الصلاة نية مبتدأ وخبر هكذا. من أركان الصلاة استثناء أي فروضها 14 بجعل الطمأنينة في محلها ركنا واحدا، يعني الطمأنينة في محلها، في كم محل يجب الطمأنينة؟ يعني في محل أربعة، الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، هذا محل أربعة. يمكن يعني أن يجعل هذا خمسة، لماذا؟ لو اعتبر السجدتين يكون خمسة، ركوع اعتدال سجدتان ثم الجلوس بينهما، فإذا خمسة. وهذا أشار المصنف بقوله بجعل الطمأنينة في محلها ركنا واحدا، أشار بهذا القول إلى الاختلاف في تعداد أركان الصلاة عند الأئمة. بعضهم قالوا هكذا 14، ثم بعضهم قالوا 17، وبعضهم قال 18. فإذا كيف صار 17؟ بمد هذه أو بتفصيل هذه الطمأنينة في محلها الأربعة وعدها على حدة على حدة. طمأنينة في الركوع فرض، طمأنينة في الاعتدال ركن، طمأنينة في السجدتين ركن، طمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن، فإذا صار من 18. لا 17، صار 17. لو اعتبر الطمأنينة في محلها الخمسة على هدى على هدى تكون 18. فإذا هذا ليس في الحقيقة اختلاف، بل هذا اختلاف في التفصيل والإجمال. حينما يفصل تكون 17 أو 18، حينما يجمل يكون 14، ليس في الحقيقة اختلاف. نعم. أحدها نية، أحد هذه الفروض نية، هذا النية يعني ركن أو شرط، هكذا خلاف، الراجح أنه ركن. لو كان يعني خارج الصلاة يكون شرط، يعني الشرط والركن كلاهما ما لا ينبغي للعبادة، ما لا بد منه لأي عبادة، يكون بعضها أركان وبعضها شروط. لو كان متقدما على نفس العبادة يعتبر شرطا، لو كان داخلا في نفس العبادة يعتبر ركنا. النية داخل في يعني الصلاة، وكذلك في كل عبادة داخل في عين العبادة، لذلك يعتبر ركنا. أما عندنا وجه ضعيف، يعني رأي ضعيف أنه شرط، فكذلك هذه النية
من الشروط من جملة الشروط عند سادة الحنفية رحمهم الله. عندهم النية في الصلاة شرط من شروطها، ليس ركنا من أركانها. نعم. وهي القصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات. نعم. إنما الأعمال بالنيات كما سبق أن بينا تقدير إنما صحة الأعمال بالنيات. في عند العلماء خلاف كيف يقدر، يعني متعلق الباء من بالنيات، يجب هناك متعلق، كيف يقدر؟ بعض قدروا بالصحة وبعض قدروا بالكمال. إنما الأعمال يعني إنما كمال الأعمال بالنيات، أما أسادة الشافعية تقدروا إنما صحة الأعمال بالنيات. يعني لماذا؟ لأن صحة النفي، لأن نفي الصحة قريب من نفي الذات. إنما الأعمال بالنيات وهذا التركيب وهذه العبارة تفيد نفي الأعمال بدون النيات، يعني نفي ذات الأعمال، لكن هذا لا تنتفي ذوات الأعمال باندفاء النية بل تنتفي صحتها. فإذا اندفاء صحة العبادة قريب من اندفاء ذاتها، أو هو اندفاء ذاتها شرعا، لأجله قدروا هكذا. ثم فيجب فيها يعني في النية، ثم ماذا يعتبر في النية؟ كيف ينوي؟ هذا الذي يبين. يجب في النية قصد فعلها، يعني فعل الصلاة، قصد فعل الصلاة هو يصلي، هكذا ينوي. فعلها معناه فعل الصلاة من حيث كونه صلاة فقط، أما تعيينها فكذلك تعيين فرضيتها هي عوارض للصلاة، وهنا ما اعتبرت تلك العوارض، لأجل ذلك سيأتي يجب تعيينها لو كان فرلا، يجب تعيينها يعني ثم وكذلك يجب يعني نية فرل فيه لو كان فرلا. هذا يعني صلاة لو نوى الظهر، الظهر يكون فرلا، يكون صلاة، فإذا يتم به هذه الأمور كلها، لكن يفصل هذا. لماذا؟ أولا قصد فعلها يعني يعتبر في هذا مطلق الصلاة، هذا هو الواجب، ثم بعد ذلك يرتقي إلى تعيينها ويرتقي إلى فرليتها وهكذا. ثم لتتميز عن بقية الأفعال. لماذا؟ هذا النية يقتضيها أو يقتضي فرليتها لأن تتميز العبادة عن العادة، يجب تميز العبادة عن أي شيء؟ عن الأفعال العادية، وهذا يظهر في مثل يعني الوضوء كثيرا والغسل كثيرا، أما بالنظر إلى الصلاة ليست هناك يعني أفعال مخصوصة مثل الصلاة، أما الغسل الرجل يغسل يغتسل لأجل العبادة لأجل العادة يجب التميز، أما هنا ما يكون هناك يعني القيام والركوع والسجود، يعني هذا حنج الظهر إلى أن يركع، وكذلك حنج يعني الظهر مرة ثانية حتى يسجد يضع جبهته، هكذا ممكن من إنسان أفعال، فهذا الإمكان هو المعتبر، ليس هناك يعتبر وجود فعل على هذه الكيفية والصفة في عادة الناس مثل الغسل، هذا ليس بمعتبر، بل هنا اعتبر يعني إمكانية هذه الأفعال صادرة من إنسان على وجه غير العبادة، هذا القدر. لأجل ذلك يجب أن فاعل الصلاة حتى تتميز عن بقية الأفعال. ثم وتعيينها كذلك يجب فيها تعيين الصلاة من ظهر، هذا الباء كلمة من بمعنى الباء، لا حاجة إلى الباء، بل يعني تعيينها
من تكون بيانية ما من ظهر أو غيره، ما ظهر أو عصر هكذا، أو سنة الضحى أو سنة الوتر هكذا، أو يعني الرواتب، ثم لتتميز عن غيرها، يعني تتميز أي شيء، الصلاة المفعولة عن غيرها، وهو يصلي الرواتب قبل الظهر، ينبغي أن تتميز هذه الصلاة هذه الرواتب عن رواتب العصر، فكذلك ينبغي أن تتميز عن رواتب الظهر التي بعدها، هكذا ينبغي أن تتميز عن سائر الصلوات. ثم فلا يكفي نية فرض الوقت ويصلي الظهر، نوى أصلي فرض الوقت، هذا لا يكفي. لماذا؟ هناك يكون فرض الوقت بالنسبة إلى رجل وجب عليه أن القضاء، فإذا هذا أيضا فرض الوقت. ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا يجب التعيين، غير مطلق، لكن النفل نفل غير مطلق. لو كان نفل مطلق يكفي أصلي ركعتين، رجل نوى فعل الصلاة وقال أصلي فقط ركعتين، إذن ليس بواجب، بل نوى الصلاة وأحرم بالصلاة، هذا يكفي في النفل المطلق. ثم النفل المطلق يعني ليس له وقت معين ولا سبب معين، هذا هو النفل المطلق. المطلق عن الوقت والسبب، يعني كالرواتب والسنن المؤقتة، فإن النفل غير المطلق مثالها هذا الرواتب، وكذلك النفل المؤقتة، النفل المؤقتة وأعوذات السبب، فيجب فيها التعيين، يجب فيها يعني في المذكورات الرواتب النفل المؤقتة الذات السبب التعيين، بالإضافة إلى ما يعينها. كيف يعين؟ يضيف إلى ما يعينها، مثلا كسنة الظهر القبلية، فإذا أضاف السنة إلى الظهر، أليس إلى الظهر بل إلى ما قبل الظهر، لذلك يقول سنة الظهر القبلية. لو أضاف إلى ما قبل الظهر يتميز عما بعد الظهر، هكذا يجب أو البعدية، وإن لم يؤخر القبلية. هذا رجل صلى الرواتب القبلية قبل الظهر، ثم صلى الظهر، ثم يصلي الرواتب البعدية بعد صلاة الظهر، فإذا بالنسبة إليه لا حاجة إلى تميز هذه الصلاة عما قبل الظهر. لماذا؟ وهو صلى ما قبل الظهر لذلك. لكن في هذه الحالة أيضا يجب يعني الظهر البعدية، هذه النية واجبة يشترط. لماذا؟ ممكن بالنسبة إليه يتصور هذا ويمكن هذا الذي ينظر، كما قلت يعني الإمكان هو المعتبر، لذلك يجب. وإن لم يؤخر القبلية، نعم، فإذا هذا رجل صلى الرواتب القبلية ثم صلى الظهر ثم يصلي البعدية، عندما يصلي البعدية ماذا فعل؟ هو يعني نوى، هو نوى أنه يصلي الرواتب القبلية، هكذا إما خطأ أو عمدا نوى فصلاته واسدة، لأجل ذلك يجب. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها يجب. أما صلاة الصبح والعصر ليس لها يعني في الجانبين في القبل والبعد سنة، بل هناك في القبل فقط، وهناك لا حاجة إلى نية البعدية أو القبلية، يكفي يعني سنة الصبح أو يكفي سنة الظهر فقط. لماذا؟ هناك سنة قبلها فقط، لذلك لا حاجة إلى التمييز هل هي بعدية أو قبلية. ثم وكعيد الأضحى أو الأكبر، هكذا يميز، هذا مثال للتعيين، كسنة الظهر
ثم وكا عيد الاضحى. فاذا هذا العيد صلاه العيد تضاف الى الاضحى يعني الى الاضحيه، او العيد الاكبر يقال هكذا ايضا. ثم والفطر او الاصغر يعني كعيد الفطر، اصلي ركعتي عيد الاضحى، او اصلي ركعتي عيد الفطر، او اصلي ركعتي عيد الاكبر عيد الاصغر هكذا. فلا يكفي صلاه العيد، لا يكفيها أصلي ركعتي العيد أو صلاة العيد، هذا لا يكفي. والوتر كذلك هو ينوي الوتر، والوتر عطف على عيد الأضحى أو عطف على سنة الظهر. فإذا هو ينوي يعني يصلي أصلي الوتر، سواء الواحدة أو الزائدة عليها. ممكن هذا الرجل يصلي الواحدة فإذا ينوي الوتر، أو يصلي ركعتين أولا ثم ركعتين ثم ركعتين هكذا، بعد 10 ركعات يأتي بركعة واحدة. فإذا ما في هذه الركعتين والركعتين هل يصلي ينوي الوتر أو لا ينوي الوتر؟ الشارح قال ينوي الوتر، يعني هناك إشكال من بعض الشراح. هذا كيف يصح نية الوتر؟ الوتر يعني ركعة واحدة وهو يصلي ركعتين، فإذا وهذا ركعتان يخالف معنى الوتر في لغته. في اللغة الوتر يعني واحد فرد هو يصلي ركعتين، فإذا لا يصح هذه النية. بل بعضهم قال يجب في الركعتين الركعتين ينوي مقدمة الوتر هكذا ينوي، أو ينوي يعني سنة الوتر هكذا ينوي، أما مجرد الوتر لا يكفي هكذا قال. لكن ظاهر عبارة فتح المعين أنه يكفي. أعتقد الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر في فتاوى الكبرى مسألة بالنسبة إلى صلاة الوتر، أثناء بيانه هذه المسألة قال صلاة الوتر يعني صلاة فيه وتر، ليس معناه ركعة ركعة، بل هذا مجموع يعني ركعات 11، تصلي ركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 ركعات هذا حسب إرادة المصلي وقصده. على كل حال ما معنى الوتر؟ معنى الوتر يعني صلاة مشروعة فيها وتر، هذا معنى. فإذا لو نوى عندما يصلي ركعتين الوتر فهذا صحيح، ثم يعني كأنه ينوي أني أصلي جزءا من صلاة أو ركعتين من صلاة مسمى بالوتر أو شرع فيها وتر يعني ركعتين، هذا معناه. فإذا لا تعارض بينهما. نعم. ويكفي نية الوتر من غير عدد، ويحمل على ما يريده على الأوجه. ويكفي نية الوتر من غير عدد، لا حاجة إلى تعيين العدد، ركعتين يعني ركعتي الوتر أو ركعة واحدة من الوتر هكذا. ثم ويحمل على ما يريده على الأوجه، يعني لو أطلق و لو أطلق يعني ونوى أصلي الوتر، ثم كم يصلي؟ هل يجب عليه الاقتصار على الواحدة لو أطلق الوتر؟ لا يجب عليه الاقتصار على الواحدة، بل هو أطلق هكذا بالنية أصلي الوتر، ثم يجوز له أن يصلي واحدة بهذه النية أو يصلي 3 بهذه النية، يعني لو كان موصولة 3 ليس متفرقة ركعتين وواحدة، لا أو يصلي ركعتين بهذه النية أيما يريد يصلي، هذا لو أطلق بالنية. أما لو عين العدد لا يجوز له تغييره. ثم ولا يكفي فيه نية ثم ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها، لا يكفي في صلاة الوتر، لا يكفي أي نية، نية سنة العشاء. وهذا الوتر في الحقيقة
مضافة إلى صلاة العشاء، لماذا؟ لأن وقت الوتر يدخل بأداء صلاة العشاء، هكذا صحيح، لكن عادة لا يضاف إليه، لماذا؟ لأن المتبادر من سنة العشاء رواتبها ليس الوتر، لأجل ذلك كذلك راتبتها، هذا نية راتبة العشاء أيضا لا يكفي، لأجل هذه العلة نفسها، نعم. تتبادر منه صلاة أخرى والتراويح، هذا يعتفن على قوله كعيد الأضحى، أو يعتفن على قوله يعني سنة الوتر سنة الظهر أو على الوتر، عندما يتعدد هكذا المعتوفات، المعتوف الأخير معتوف على الأخير من المعتوفات السابقة أو على الأول من المعتوفات السابقة، هكذا خلاف عند النحاة، لذلك هذا والتراويح إما معتوف على قوله والوتر، هذا آخر المعتوفات، أو هو معتوف على سنة الوتر سنة الظهر القبلية، سنة الظهر هو أول المعتوفات، على اختلاف عند النحاة. ثم والضحى كذلك، يعني يعين هكذا إما التراويح أو الضحى، وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر، هكذا استسقاء استسقاء فقط، أما صلاة الكسوف لو كان يعني كسوف للشمس يعين كسوف شمس، لو كان كسوف للقمر كسوف القمر. أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعين بل يكفيه نية فعل الصلاة كما في ركعات التحية والوضوء والاستخارة، وكذا صلاة الأوابين على ما قال شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهم الله تعالى، والذي جزم به شيخنا بفتاواه أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. ثم هناك استثنى المصنف النفل المطلق، النفل المطلق ما معناه؟ هو مطلق لا يتقيد بوقت ولا سبب، هذا هو النفل المطلق كما عرفه في التحفة، النفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله في تحفته، نعم، وهذا هو النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين، نعم، بل يكفي فيه نية فعل الصلاة. ألحق بالنية بالنفل المطلق بعد الصلوات، هذا الذي يقول بعده، وهذا في الحقيقة ليس نفلا مطلقا، بل وهو ملحقات بالنفل المطلق في عدم وجوب تعيينها، كما في ركعات التحية، ركعات التحية ليس من المطلق بل له سبب، الوضوء له سبب، الاستخارة له سبب لكن سبب متأخر، فهذه الصلوات وكذلك سنة الإحرام الطواف صلاة الحاجة سنة الزوال صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء، صلاة المغرب يعني انقطع قليلا. الآن تسمعون؟ أنتم تسمعون الآن؟ نعم. فإذا هذا الاستخارة، ثم أنا قرأت يعني عبارة التحفة والنهاية، سنة الإحرام، سنة الطواف، صلاة الحاجة، سنة الزوال، وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء. صلاة الغفلة هي صلاة الأوابين، سيذكر المصنف يعني الإمام مخدوم، العلامة مخدوم رحمه الله يذكر فيما بعد، وكذا صلاة الأوابين، صلاة الغفلة صلاة الأوابين كلاهما واحد، 20 ركعة بين المغرب والعشاء. ثم والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته كذلك، يعني صلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، عندما يريد الخروج لأجل سفر، هذا صلاة السفر، يصلي ركعتين، وكذلك
المسافر اذا نزل منزلا ثم اراد مفارقته مفارقه هذا المنزل هناك ايضا يسن صلاه. وهذه الصلوات كلها ملحقات بالنفل المطلق لا يجب تعيينها بل يكفي نيه اصلي فقط يعني نيه فعل الصلاه. وكذا صلاه اللوابين صلاه اللوابين يعني صلاه الغفله. لماذا سمي بصلاة الغفلة؟ لأنه ورد في فضل هذه الصلاة أنه يزيل غفلة الرجل. هذا صلاة الغفلة سميت بسبب أن هذه الصلاة تزيل غفلة الرجل. يجعل قلب الرجل الذي يداوم على هذه الصلاة مستيقظا معمورا بذكر الله تعالى. هذا من فوائد هذه الصلاة. وكذلك أوابين. أواب يعني هذا مرتبة بعد التوبة. التوبة مرتبة بعد التوبة. فإذا يوفق لمن يداوم على هذه الصلاة أن يحشر في اللوابين أن يكون من اللوابين. لذلك سميت هذه الصلاة بهذه الأسامي. نعم صلاة اللوابين أيضا ملحق بهذه الصلوات. يعني كيف يفرق بين هذه الصلوات يعني الملحقات وهذه الملحقات كلها يقصد بها وقوع صلاة في هذه الأمور. لا يجب يعني وقوع صلاة مخصوصة. مثلا رجل يدخل المسجد ثم يصلي ركعتين لأجل التحية أو يصلي فرلا يكفي هكذا أو هكذا يعني استخارة وضوء إحرام طواف جميع هذه الصلوات التي قرأتها مقصودها أن تقع صلاة في هذه الأوقات. فهكذا يفرق بين القسم الأول التي ذكرنا هناك يعني تراويح ضحى استسقاء كسوف كذا 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 وهذه الصلوات كلها يقصد بها صلاة معينة. أما هذه هذا القسم يقصد به يعني وقوع صلاة أيا كان هكذا فرق. فإذا هذه الصلاة اللوابين وصلاة صلاة الغفلة من أي قسم يقصد يعني وقوع صلاة من النوافل بين المغرب والعشاء هكذا أو يعني يقصد صلاة معينة مثل صلاة الوتر بين يعني المغرب والعشاء باسم هذا الصلاة. هذا فيه اختلاف. صلاة اللوابين على ما قاله شيخنا قال شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمه الله يعني عندهما المقصود بصلاة اللوابين او بصلاة الغفلة وقوع صلاة بين المغرب والعشاء اقصى عددها 20 ركعة على الاقل ركعتان. اما عند يعني والذي جزم به شيخنا في فتاواه فإذا الذي ذكر في التحفة ما قرأته يعني هذا صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء من الملحقاتنا الذي جزم به شيخنا ابن عزيز رحمه الله في فتاواه أنه لا بد فيها من التعيين كاللحى. خلاصة فيه اختلاف. نعم نعم. فإذا خلاصة أنه اختلف في صلاة اللوابين هل هي ملحقة بالنفل المطلق أو هي مثل صلاة الضحى يعني يجب التعيين. نعم. ثم ويجب نية فرل فيه يعني لو كانت الصلاة فرلا ليس نفلا ف
فيجب نية الفرضية فيه في الفرض. نعم. فيه أي في فرض. فإذا هذا لو كانت الصلاة نفلا لا يجب نية النفلية. ولو كفاية أو نذرا، الفرض ممكن يكون صلاة الجنازة وهي فرض كفاية، يجب فيه نية الفرضية. وكذلك ممكن نذر رجل، يعني نذر أن يصلي ركعتين أو نذر أن يصلي ركعتي الإحرام أو الوضوء أو التحية أو نذر أن يصلي الضحى أو الوتر هكذا، فإذا يجب عليه الفرضية. ثم أو يعني لو كان معادة رجل صلى الظهر أولا ثم يعيد مع الجماعة أو بدون الجماعة، يعيد بدون الجماعة، هناك اختلاف بين الأئمة. على كل حال حينما يجوز أو يسن يطلب الإعادة هو يعيد هذا الفرض، عندئذ يجب عليه نية الفرضية. ثم وإن كان النافي صبيا، ممكن هذا الرجل الذي يصلي الفرض وهو صبي، هذا صلاة الصبي يصاب عليه ثواب النفل فقط، ومع ذلك هو ينوي فرضه ليتميز عن النفل. لماذا ينوي الفرض؟ لتميزه عن النفل. كوصلي فرض الظهر ثم يذكر مثال لهذه النية، هو ينوي كيف كأصلي فرض الظهر. مثلا أو فرض الجمعة هكذا، فرض الظهر يعني الإضافة العامية أو بيانية أيا كان لاباس. ثم أو فرض الجمعة يصلي فرض الجمعة، وإن أدرك الإمام في تشهدها رجل يعني تشهد إمام الجمعة، لا إمام الجمعة في تشهد الجمعة، ماذا يصلي؟ وهو يصلي أربع ركعات ظهرا، وهو يقتدي بهذا الإمام. التشهد ليس في التشهد، يعني لو لم يجد المسبوق مع الإمام ركعة، كيف يجد ركعة؟ لو وجد الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة واطمأن معه في ركوعه، عندئذ يجد ركعة على الأقل. لو لم يجد هذا ركعة بل هو وجده في الاعتدال أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في الشهوة في التشهد لا يجد ركعة، عندئذ يجب عليه إتمام، يعني بعد سلام الإمام هو يقوم يصلي أربع ركعات، هذا الذي يجب عليه. يعني هذا وجوب الجماعة شرط في الجماعة، الجماعة شرط واجب في الجماعة، الجماعة واجب في الجماعة، لكن هذا الجماعة واجبة في ركعة على الأقل، وهذا الرجل ما وجد ركعة، يعني فاتته جماعة الجمعة، لذلك يجب عليه أن يصلي أربع ركعات. فإذا هذا الرجل هل ينوي جمعة أو ظهرا؟ هو ينوي فرض الجمعة هكذا، لا ينوي فرض الظهر بل ينوي فرض الجمعة. فإذا يقال بالنسبة إلى هذا الرجل أو في حق هذا الرجل عند الفقهاء، يعني عند الفقهاء
يعتبراني مثلا يقال في حقه صلاة منوية أو رجل نوى صلاة وصلى غيرها صلى صلاة ولم ينويها نوى صلاة ولم يصليها وصلى صلاة ولم ينويها ومع ذلك صلاته صحيحة فإذا هذا الرجل ينوي الجمعة ولا يصلي الجمعة ويصلي الظهر لا ينوي الظهر يصدق عليه أنه نوى صلاة ولم يصليها وصلى صلاة ولم ينويها بل صلاته صحيحة نعم وسنة في النية إضافة إلى الله تعالى يعني الذي مضى فعل الصلاة والفرضية والتعيين كلها من واجبات النية هناك يعني سنن للنية هذا الذي يبين فيما بعد وسنة في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف ما أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص يعني وهو يقول أصلي لله تعالى الإضافة إلى الله تعالى لماذا؟ بعض الأئمة أوجب هذه الإضافة خروجا وكذلك ليتحقق معنى الإخلاص فإذا معنى قوله أو معنى نيته أو معنى الإضافة إلى الله تعالى معناه أنا أصلي خالصا لله تعالى أو أخلص هذه الصلاة لله تعالى فقط اللام للإخلاص ليست اللام للمنفعة أصلي لله تعالى يعني ليس معناه أصلي لمنفعة مراجعة إلى الله تعالى بل معناه أصلي مرحبا نعم نعم المخالف أذكر أنه هو الإمام أحمد رحمه الله مراجع أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله يجب عنده الإضافة إلى الله تعالى ثم فإذا اعتبارا بهذا الخلاف فإذا معنى الإضافة هذا يعني الإخلاص وليتحقق معنى الإخلاص ثم وتعرض لأداء أو قضاء هذا أيضا واجب يتعرض لأداء أو قضاء يعني صلاته أداء أو قضاء يعني خرج وقتها أو لم يخرج وقته ولا يجب هذا أيضا ليس بواجب التعرض للأداء والقضاء أيضا ليس بواجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤدات خلافا لما اعتمده الأذرعي عند الإمام الأذرعي وقال هذا رجل يصلي ظهرا وهذا الظهر أداء وكانت عليه ظهر قضاء فإذا يجب عليه أن يعين هل هذا الذي يصلي يصلي أداء أو قضاء لو كان عليه صلاة مماثلة لهذه الصلاة المفعولة يجب هكذا التمييز بينهما لكن وقال يعني ليس هذا بشرط بل الراجح أن هذا ليس بواجب ولا صح صحة الأداء بنية القضاء وعكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاعبه ومع ذلك هذا ليس بواجب وهذا عدم الوجوب يعني تعرض للأداء والقضاء لا يفيد أن الصلاة صحيحة لو نوى الأداء
عاويل قلا أيّنغان بل هذا مبطل للصلاة متى لو لم يكن له عذر هذا الذي قال والأحصح صحة هذا الأداء بنية القضاء يعني رجل يصلي الظهر الأداء لكن نوى قضاء أو على العكس يعني هذا رجل يصلي الظهر القضاء ونوى أداء هذا صحيح متى إن عذر بنحو غيم هكذا أو يعني خطأ ليس هناك غيم بل يعني لأن وقته قد خرج مثلا هو كان نائما استيقظ ولن يعني أخطأ بالوقت هكذا ثم نوى قضاء لكن ما خرج وقتها هكذا بسبب عذر يسير وإلا يعني لو لم يكن له عذر بطلت صلاته قطعا لتلاعبه كأنه يتلاعب ثم قطعا معناه بناء على قول الأدراء وعلى القول الراجح وتعرض لاستقبال وعدد ركعات ونطق فإذا كذلك يتعرض للاستقبال يعني يقول ينوي مستقبلا للقبلة أو للكعبة وكذلك يتعرض لعدد الركعات هل هي ركعتان أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات هكذا للخلاف للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما هنا أيضا بعض الناس أوجب من هذا الموجب انظر يعني في الحاشية من عنده حاشية لم يكتب الموجب نعم لا بي. ثم بعده ثم وسن نطق بمنوي هذا ليس من سنن هذا ليس من سنن النية بل هذا يعني سنة مستقلة سنة نطق بمنوي فإذا يقول أولا أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبلا للقبلة أداء لله تعالى هكذا ينطق أولا ومع هذا النطق أن يحضر معنى هذا المنوي في قبل في قلبه وقبل غياب هذا المنوي من حضور قلبه يحرم يعني يقول الله هذا هو السورة صحيحة فإذا متى ينطق قبيل التكبير ليس قبل التكبير يعني ببعد بل قبيل التكبير يعني عندما يفرغ من هذا النطق يكون في قلبه معنى المنوي حاضرا عندئذ يكبر هذا لماذا هذا صار سنة ليساعد اللسان القلب عندئذ هذا اللسان تساعد القلب يعني في إحضار النية وخروجا من خلاف من أوجبه أيضا يعني بعض أوجب هذا النطق أيضا ثم فإذا وبعض من ينكر هذه النية وركنية النية وفرضيته من معاصري بعض المبتدئة هم ينكرون هم يقولون يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى أو أنه نطق النية لم يروى في الأحاديث هكذا هم يزعمون ثم بعد ذلك ينكرون فرضية النية وهذا في الحقيقة يعني دعوى باطل يعني الفقهاء لم يذكروا حينما ذكروا النية وجوب النية أو سنية النطق بالمنوي لم يذكروا للاتباع لو قالوا للاتباع فمعناه أن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل هم استدلوا بدليل آخر لا يرجع كل فعل مشروع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم
بل ما فعله صلى الله عليه وسلم بعده غير جائز لهذه الأمة بل من خصائصه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء أو ينهى بشيء وهو يخالفه إذا مثلا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفل بعد العصر ومع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على ركعتين بعد صلاة العصر وكان له سبب يعني فاتته صلاة يعني راتبة بعد الظهر مرة بسبب ما فإذا قضى هاتين الركعتين بعد صلاة العصر لو عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا يداوم عليه هذا من خصوصياته فإذا هاتان الركعتان ليست جائزة لنا بالنسبة إلينا هذا منهي فإذا هكذا ليس جميع الأفعال المشروعة في الإسلام راجعة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضها يرجع إلى فعله وبعضها يرجع إلى قوله وبعضها يرجع إلى قياس أو بعض يرجع إلى قول الله تعالى في القرآن أو بعض يرجع إلى الإجماع أما هنا يعني وجوب النية يرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ثم هذا يرجع سنية النطق بالمنهي إلى أين؟ لمساعدة اللسان القلب لتيسير هذا منهي النية واجبة فإذا الأمر الذي ييسر هذه النية فهو أيضا مطلوب هكذا هو مستنبطنا وكذلك هناك من يوجبه ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا أو هل نوى ظهرا أو عسرا فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا يعني هذا مسألة شك في النية رجل شك هل أتى بكمال النية كمال النية يعني هو يذكر النية لكن هو يشك هل نوى الفرضية أو أتى بالتعيين وهكذا ويشك في ركن من أركان النية أو هل نوى ظهرا أو عسرا ويذكر أنه عين وأتى بجميع الأركان هو يريد أن يصلي صلاة الظهر ومع ذلك شك هل نويت الظهر أو العسرا هو يذكر أنه نوى إما ظهرا أو عسرا لكن لم يتعين عنده بل هكذا ترددا فإن ذكر ثم بعد الشك هو حاليا يعني هو في الصلاة لماذا هو بعد فراغه من النية يشك إذن هو حاليا أثناء الصلاة فإذا ممكن مع هذا الشك يملي ركن من أركان الصلاة هذا الذي قال فإن ذكر بعد طول زمان طول الزمان يعني عرفا إذ هناك لطول معيار في الشرع بل طوله يرجع إلى العرف أو بعد إتيانه بركن يعني حينما شك وتردد هو وقف هكذا لم يأتي ولم ينطق بركن بل كان واقفا صامتا يستذكر هكذا مضى عليه زمن طويل أو هو كان يجري يفعل أفعال الصلاة فإذا مع هذا التردد والشك مضى ركن من أركان الصلاة بعد ذلك ذكرها لو كان قوليا أيضا هذا الركن ممكن هو فرغ من القراءة كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا يعني قبل طول الزمان وقبل إتيانه بركن فلا يقول لماذا كأن هذا الركن قد مضى أو طال هذا الوقت بدون نية بدون عزم النية لذلك بطلت صلاته يعني كأنه فعل هذه الأفعال بدون نية لو كان هذه الأفعال بدون نية كأنه أجنبي فهذا الأجنبي يبطل صلاته نعم